فهد بالحالها حلو. يقول لك يا فهد ليش مقل في القصيد وكأنك ما انت شاعر؟ اكيد ماني بشاعر، انا طبعا اشتري من برا، هذه العبارة صحيحة قالها ابو شوق، فانا اشتري من برا، اشتري قصايد. اشتري؟ نعم. اشتري قصايد؟ اشتري قصايد. خبر لك شاعر مرة فلته. لا انا طول عمرك مرة فلته اشتري قصايد مرة قوي، وانا اسلوب شاعر، والقصايد اللي اشتريها اشتريها قوية. شوف كلهم يتكلمون. كم يبيعك خويك؟ ما بلاش لين اطلع. كم تشتري؟ كم يبيعك بس؟ تقريبا حدود 3-4000. 3-4000 تقريبا. والله خبر لك شاعر فلته يكتب 15 ريال. لا 15 لا بكم الصراحة، مع احترامي له والله ما يحتسب الاجر. لا لا وبعلمك خويك النصاب ياخذ منك 3000. بقول لك على حاجة، يحتسب الاجر. انا اعلمك ان قصايدي بس اللي اشتريها، القصايد اللي اشتريها طول عمرك قصايد جزلة، كلهم يتكلمون عنها، كلهم يحفظ منها. طيب قل له الله، واذا تعاملت مع خوي اذا ابو 15 ريال؟ لا ما يصير، بتصير اجزل باذن واحد لحد. والله بصير اردى. والله مره فنان، لانه قنوع هو بحاجه الريال. اما ذا خويك ذا عرفت اللي ماخذ طنان. الله يخلي الجوال فضايح. الله يخلي الجوال فضايح. طموحك مثل ويش؟ لا لا جد، ليش مقل والله يا فهد حبيب قلبي؟ لا طبعا السالفه دي مو بصحيح اني يعني اشتري ولا شيء، هذه بس تصدقون بروفايلك. ركز معي يا ايه والله انها تجي صدف يا ابو سويلم. يعني انا شخص إيه؟ طول عمرك ما احب ابثر الناس بالليل. ما تحب الغطرسه؟ اي بيقولون ذا وش ذا. ولا والله العظيم اني يعني ما شلون اقول لك، انا اوعدهم ان شاء الله بكل خير. لا الله انت الزبده، انك مبدع ومن الناس اللي احب شخصياتهم انت، وجميل جدا جدا جدا. مكتوبه ذي هذا شهادتك ولا شهادة؟ لا شهادة الجميع. بس طول عمر انت الحين خليتوا السلطة وكلكم جمعتوا هنا، واحد منكم يجي هنا. حبيبي حسن قطعت. انا قايل لك اصلا من اول انك انت فاهي، ورا علم جد واحترام لك فاهي، وتسرق صايد ما ادري ايش وضعك. يعني ما ادري شو لزومك البرنامج. جيب واحد يقدم عنك واعطاه فلوس بعد. ودي والله يطلع باسمك فهد المالكي. لم هذا يطلع لهم حسابك والله فرصة. صحن عندك خبر لك واحد بيمسكها ب 4000. منو؟